طبعا احنا مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه، رح ننتقل لمساحه جديده ونحكي فيها عن مساحتنا التربويه، ودائما الاطفال هن الشغل الشاغل للاهل وحتى بالمدرسه. صحيح رشاد، دائما اساليب التربيه اذا كانت اسلوب التربيه صحيح وجيد من الاهل ما بيعرض الاطفال لخطر في المستقبل، لانه التربيه سلوكيات التربيه الخاطئه بتعرض الاطفال للخطر بالمستقبل، ممكن انها تضعف شخصياتهم، تعرضهم للقلق والتوتر وايضا الاكتئاب. لنحكي عن اساليب التربيه الصحيحه وشو هي النصائح حتى يتبعوها الاهل بأساليب التربية الإيجابية من ضيفتنا لليوم باتريسيا هاغوب كورنوليان، اختصاصية اجتماعية ونفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يا هلا. صباح الخير، دربت على الاسم قالته ليلى. كيف صباحك؟ تمام رواء، أنتو؟ الحمد لله. عم نحكي اليوم عن موضوع كثير مهم، ودائما احنا بنقول الاهل هن الاساسات اللي هي بتصدر هذا الطفل للمجتمع في المستقبل، وفي ناس يكبر هذا الطفل يا بيقولوا لك يرحم اللي رباك او العكس يعني. تمام. ولكن اليوم تغيرت الحياه، ضغوطات الحياه صار لها تاثير حتى في التربيه، التكنولوجيا، الايبادات، قصص كثير اليوم يعني للاسف تعاكست على الاهل، تضامنت مع الطفل على الاهل يعني. خلينا بدايه نحكي عن الشيء الإيجابي، التأديب الإيجابي، وما نروح للعنف والتأديب السلبي للطفل. هلا مع الأسف أنا متفاجئة إنه نحن بهيدا الزمان بهيدا العصر لسه أنا عم بسمع في كلمة عنف. ما أنا ما عم بقدر لاقي، أنا بحكي عن حالي كأخصائية إنه أنا ما في أي مبرر لإني أنا أضرب طفل. خلينا نحن نحكي عن الكتلة الحجمية بداية. أنا كأم قد إيه هو الفرق بين الكتلة الحجمية بيني وبين ابني؟ اني انا مجرد اني انا ضربته هالكف انه انا شو، بس مجرد الحجم نحن طلعنا، بدنا نرجع نحكي للفروق العقليه بين عمري بين عمري العقلي وشو ادراكه العقلي. طب هو شو استوعب من الكف؟ انا بدي اعرف يعني. في كثير اهالي هن بيعتبروها انه هذا الحل الوحيد، انا ماني معتبرته حل مع الاسف، انه هن الحيوانات مع الاسف انه من ضمن الحلول تتروض. ممكن يكون الحيوانات عم بيروضوها الا نحن لساتنا بضمن. انا يفترض هذا الحكي من 15 20 سنه يكون التغى. صحيح. لسه عم لاقي مثلا حتى بيجي لعندي كثير مثلا اولاد انه انا مثلا في قرصات، في كدمات. يعني هذا بحس انه بهيدا العصر اللي نحن وصلنا له شيء كثير سلبي. نحكي عن الازمه اللي نحن عم يعني بالمجمل، ان كانت الحرب اللي قضيناها وان كانت الازمه الاقتصاديه، اكيد الاهل عندهم عبء مانو سهل، ولكن التربيه بالنتيجه نحن اللي قررنا نجيبه على هالدنيا. اذا منا قدرانين، انا مع احترامي لجميع الازواج الكابلات اللي هو حاسس حاله مقادر على التربيه ينشئ جيل سوي، فانه عدم الانجاب افضل. هو منه بروتوكول اجتماعي، فانه انا مجرد ما اني انا تزوجت انا لازم اجيب ولد. نرضي المجتمع يعني. لا انا ما علي بلا هذا النسل اللي رح يجي لقدام، اذا انا بده يشكل لي اولاد معقدين وعندهم اضطرابات وعندهم مشاكل. لانه انا كثير بعرف منيح الولد اللي عم بياكل قتله هو شو عم بيعاني، بيوصل لمرحله بيقول لا اضربي قد ما بدك، انا تماما ما عاد عم بتوجع. فانا ما انا عم بفهم الولد انه انا بيهمني سلوكك يكون منيح، انا ما بدي وجعك. فنحن شوي نحكي عن بعض الاساليب التربويه اللي مثلا فينا نحن نعتمدها. هي ما رح تنشا فجأة صار عمر الولد 8 9 سنين وانا قررت ربي الولد. هي بدها تربى من وقت اللي الام بتكون هي ديجا اوريدي هي حامل، فهي بدها تكون حاطه بروجرام انا كيف بدي ربي ابني. مجرد ما اجى الولد بده يكون اول ما هي باديه بدها تبلش تكون حاطه خطوط عريضه للتربيه. مو صار عمره 10 سنين او 12 سنه بيجوا بيقولوا لي انه انا ابني عنده هي المشاكل، انه ايه مين ما بقى ينفع. ما بقى ينفع. فنحن لازم من البدايه نكون في عنا سيستم تاسيس. اول شيء بيهمني انه انا قبل ما بدي اعاقب الولد يكون هو كثير بيعرف منيح انه انا سلوكه هاد هو بده يؤدي لعقاب. فنحن متفقين اوكي شو هي اسلوب العقاب اللي نحن بدنا نحكي فيه. خلينا نقول مثلا نحن عنا الزاويه اللي نحن بدنا نقعد فيها لنسترجع الخطا اللي صار، وليس مثل ما هو شائع كرسي العقاب. انا ما بدي اعاقبك، انا بدي اياك تعرف وين خطاك. فانا في عندي كوان بالبيت، زاويه بالبيت، هي الزاويه اللي تقعد 10 دقائق، وليس مثل ما بيعملوا الامهات كرسي العقاب قعد له عليها ساعه زمن. بده يكون مامن كثير منيح من كل شيء، ما يكون في اي شيء بيأذي، لانه انا احتمال يتعرض الولد لموجه غضب فانه هو يضطر انه يعمل يخبط فانه يكسر شيء حواليه يأذي حاله.
فأنا في عندي مثال مثلا هيدي الزاوية 10 دقائق بيقعد فيها الولد ليسترجع شو الخطأ اللي عمله هو، بنرجع بدنا نتناقش أنا وياه. هلا في بعض الناس بتقول عم بحكي بمثالية، نحن عن أنا موظفة وعم بشتغل وعم بعمل، تماما مع احترامي لا تأنجبي، منك أنت قدرانة تجيبي ولد لحتى أنت تربيه بطريقة سوية، جيبي واحد ما تجيبي اثنين، جيبي اثنين ما تجيبي ثلاثة، خففي عبء، بس أنت عطي نوعية جيدة من التربية للولد. بأي عمر تقريبا ببلش مثل ما قلتي مرحلة أنه العقاب والتأديب؟ خلينا نقول بالسنة ونص نحن فينا نبلش نفهم الولد بهذا العمر أنه لسه الولد ما نوع واعي، نحن نبلش يعرف الولد أنه أنت ضمن نقاط كتير صغيرة ضمن إدراكاته تبلشي أنت توعي أنه إذا أنت عملت خطأ أنا بدي أزعل منك. نحن بالبداية بتكون الأم هي مثلا بتعبير الوش بتبلش انه هي تحسس الولد هي ما عم تعطيه الشيء اللي كانت تعطيه قبل ما قتل هو كان منيح. في عنا نحن بعض الاساليب التربويه الحديثه مثلا انه اللي الاهالي اغلبهم ما عم يعتمدوها هي الحوار، انه طب انت ليه عملت هيدا الخطا؟ نحن بدنا نفهم هو شو فكرته، لانه بدك تنزلي لادراكه العقلي لانه بجوز منه ملاقي خطا. هو بالنسبه لعقله لاستيعابه هو ملاقي انه هذا الشيء عادي، فانت بدك تفهم هو شو بده. طب نحن كيف بدنا نعلم الولد الحوار انه يكون في صراحه بينه وبين الام بدون كذب بدون خوف، يتعلم اهميه المصارحه بدون ما يخاف؟ وقت اللي بيجي بيصارحني بغلط معين انا ما بخانقه ما بضربه. برافو انك حكيت لي، برافو، بتشكرك انك انت خبرتني، انا بتشكر صراحتك، بتشكر جرأتك انك انت اعترفت بخطأك. ما بخلي الولد يحس انه هو الشيء اللي عمله انه كل ما بدي صارح امي معناتها انا في من وراها قتلة او في من وراها محاضره طويله عريضه. فأنا حاسس لا لا، بس كنا أنا وليلى عم نحكي عن أسلوب العقاب يعني قبل الحلقة، يعني أنه في أمهات يعني فشلت مع كل أساليب الحوار، بس نرجع نقول الأساس هو الغلط، يعني طالما ما في ثقة يعني بينك وبين طفلك فأكيد هو ما رح يحكي الحقيقة، أو أول كلمة بيقول لك إياها إذا قتلك ما بتضربيني، لأنه هو متعود أنه حياكل قتلي، يعني قال أو ما قال يعني. فبنرجع بنركز على هي النقطة. حل صغير لبعض الأمهات اللي هي مثلا بيقولوا أنا بحب إني أنا ما أحكي بالمجمل، بحب شوي خصص لو كان بعض الديتاي الصغيره. الام يلي عندها مشكله مع ابنها انه هي كانت تضربه وما عاد عنده ثقه فيها، لانه هي يا بتكذب عليه يا اذا بتوعده بشيء ما بتعمل له اياه، فهي فيها تقعد بكل صراحه انه مام انه انا كنت مثلا اعمل 1 2 3 هيدا خطا، معلي اعترفي لابنك بالخطا اللي انت عم تعمليه وقولي له انه هذا كان، انا بدي انحت اغير اسلوبي، لانه التغيير هو سمه ايجابيه، حتى بدي اعلم الولد انه انا كام عم بتطور وعم غير من حالي لهو يتعلم، نحن مرايه اولادنا، فاذا نحن ما كنا نحن صح اوريدي ما رح يطلع الولد صحيح. طيب كثير مهم سوري انه نحن نذم السلوك ما نذم الولد. مو انت ولد فاشل، لا ماما انت كثير منيح، انت كثير شطور، انت كثير مؤدب، ولكن هذا التصرف هيدا السلوك اللي انت عملته انا حاسه عم نحكي انا وياك كونترا يعني انا شيء لا كثير هذا الاسلوب مهم. لا بالعكس انا كثير يعني في ناس كثير اليوم عم تستفيد من هدول المعلومات، يعني في ناس قطعت مع اولادها يعني من الواقع من خلال اصدقائنا من المجتمع، بتحسي في ناس قطعت مع اولادها مرحله بسبب الضغوطات، فشلت بناحيه ما يعني التهت خلينا نقول وانشغلت عن الاطفال، فهي اليوم بنتيجه كثير سيئه يعني. فهي اليوم هل قادره هي ترجع ترمم هذا الوقت اللي راح او حسب العمر السلبيات يعني؟ حسب العمر. كيف العمر ممكن احنا هون يعني انا مثلا بعد ال 14 13 سنه صار الشغل اصعب كثير، فتنا بسن المراهقه تماما، صرت انا عم بعالج مشاكل ثانيه في عندي بتحسن، ولكن قد ايه النسبه في عندك؟ انا دائما بقول ما في مرض في مريض، ما في يعني ما في يعني المشكله اللي انا بعاني منها بتاثر علي غير ما بتاثر عليكي غير ما بتاثر على بس مثلاً. ممكن كثير غلط نحن هلا ان نتذكر انه احنا بعمر 13 14 سنه بدنا نرجع ناسس ما بقى في تاسيس يعني اللي وخاصه هذا الجيل، يعني انت كاختصاصيه اليوم او عندك خبره بهذا المجال ما بتشعري انه هذا الجيل كثير فرق عن الاجيال الماضيه الطفل؟ أنا بصراحة بعتبر أنه هذا الجيل شابوبا، لأنه عم بيدرسوا بظروف استثنائية، عم بيعيشوا بظروف استثنائية، بالعكس أنا متفائلة كثير بهذا الجيل اللي بده يطلع رغم أنه هو كثير عم بيعاني، لأنه نحن نتذكر أيام البكالوريا تبعيتنا كان كل شيء موفر، إن كان الأي سي بتشوبي بتشغلي المكيف بتقعدي كل النهار، ما كان في عندنا مشكلة كهرباء، ما كان عندنا مشكلة بطارية، كان كل شيء مأمن لنا، كان كل شيء مريح. هلا حتى إذا بدنا نحن نجي شوي تغذية ما عادت مثل الأول للولد،
فبالعكس انا بحس انه هذا الجيل استثنائي وانا متاكده انه حيطلع منه شيء كثير حلو لانه هو عم بيتحدى، بس بده شويه دعم من الاهل، بده قدره من الاهل انه هن يعرفوا وين نقاط القوه بابنهم يوجهوها، ونقاط الضعف شوي هن يبعدوا عنها. طيب رح نركز على هي النقاط، ولكن خلينا نروح نحن وكل حدا عم يشوفنا لتقرير ونرجع نكفي حوارنا. طبعا التقرير هو من اعداد زميلتنا سونيا النصر الله. كيف تكونين أما رائعة بحزم وصارمة بحب؟ أحبي طفلك حبا غير مشروط وكوني حنونة كثيرا، فعندما تغمرين طفلك بالحب والحنان، خاصة عندما يخطئ أو يفشل حتى لو لم تكوني راضية عن فعله، يتأكد بمقدار حبه في قلبك. وأكثري من العناق والقبولات وكلمات الحب، أكثري من المديح والثناء لطفلك، فلكلامك سحر خاص في قلبه، وسماعه كلمات المديح لصفاته الجيدة وثنائه على أي فعل جيد يعزز ثقته بنفسه ويجعله أكثر رغبة بالتغلب على عاداته السلبية ليبقى جميلاً بعينيك. كوني أماً مرحة، ضحكك ولعبك مع أطفالك والمرح معهم لا يتعارض مع أن تكوني جادة وحازمة بأوقات الجد، على العكس فالمرح معهم يصنع توازناً بعلاقتك بهم ليلتزموا بأوقات الجد ويستمتعون بأوقات اللعب. كوني حقيقية، لا تتصنع المثالية، ولا تخجلي من الاعتراف بأخطائك والتراجع عنها، فهذا سيعلمهم كيف يستفيدون من أخطائك لتعديل مسار شخصيتهم ليكونوا النسخة الأفضل منك في المستقبل. كوني متاحة كل ما احتاج إليك طفلك، فالانفتاح في الأفكار والمشاعر معه وإظهار اهتماماً خاصاً به ووضعه على قائمة أولوياتك يشعره بالحب والأمان والدعم والثقة العارمة بالنفس. لا تنسي أن تكوني أماً عادلة، كوني واثقة أن طفلك سيخطئ، وعليك التحلي بالكثير من التسامح والعدل، وأن تفكري بالأسباب التي دفعت طفلك للتصرف بهذا الفعل قبل تطبيق العقاب أو إرشاد طفلك للتصرف السليم من دون عقاب. أنت أم عظيمة والقدوة الأهم في حياة أطفالك، لذا بالكثير من الصبر والحب والإرشاد تستطيعين أن تبقي الحضن الأوحد الذي يلتجئ إليه أطفالك ليجدوا الحب والنصح والدعم والأمان الدائم. كنا عم نشوف التقرير ونرجع هيك نكفي حوارنا معك. كنا عم نحكي عن الصفات اللي عند الطفل بمرحلة مبكرة، كيف نحن قادرين نسيطر عليها ونغيرها، ودائما نحن بنحكي بنقطة العمر، نحن قادرين بهذا العمر يا ننتج يا فشلنا خلص. يعني تماماً. احيانا نشوف طفل عدواني، طفل بالبيت، يعني الجهتين كل جهه عم بتعامل شكل بين الام والاب، وعم تكون النتائج مدمره وخاصه على الام. خلينا نحكي بهذا الموضوع وركز عليه شوي. التذبذب التربوي هو المفتاح الاول لفشل الولد، فشل العملية التربوية، وقت اللي الأم بتكون حنونة كتير بيجي الأب بيضرب، أو العكس صحيح، أحيانا بتكون الأم عليها الضغوطات، الأم عليها الشغل والرك أمور البيت وكله، والزوج بيجي بالعكس بكل حنان. يعني أنا عندي الشغلتين عم بتصير هون بهالحالة. نحن بحط عم نحط الولد بطريق إنه يلا ضيع. وقت اللي الأم بتشد الأب بيرخي أو الأم بترخي الأب بيشد، بيكون في منهجية واحدة. حتى أنا إذا بدي أضطر حط ابني مثلا عند أهلي أهل زوجي لفترة معينة، إنه أنا مضطرة أسافر أو عندي شيء، يفترض حتى الأشخاص اللي هن بدهم يتابعوا معي بهيدي الفترة يمشوا على نفس المنهجية اللي أنا حاططها. تنفرض ما في شوكولا بعد الساعة 6، ما في عصير بعد الساعة 6، فيفترض أن يحترموا هيدي القرارات اللي أنا حاططها، لأنه بالنتيجة أنا ماني حاططها لعاقب ابني، أنا حاططها لخطوط عريضة للتربية، سيستم بيت هذا. بده يكون هون في اتفاق بين الطرفين تماما. هو أحيانا الأب بيدلل، لأنه دائما
بعيد عن الاولاد تماما، فبحس بده يعوض تعويض مغالي انه انا جايه بابا انا كل نهاري برا البيت، حبيباتي روحي قلبي عيوني، تكون الام نافخه قلبك النهار ومخلصه شغل بيتها وشغل دوامها على جميع الجبهات، فهن لازم يتقدموا باحلى صوره بالنهايه. واخر شيء كل شيء انت اليوم اسستي انه كرمال هذا الدلال ممكن ينسف بلحظه، يعني حتى في اب مراوغ يعني بيجي بيقول لك انه انا معك، اسمعوا كلمه امكم، وبناحيه ثانيه بغمزه انه خلص مروه. كثير انا مواجهه هذا الموضوع عندي بالجلسات، مثلا بتلاقي انه بيجي بيحكي لي الولد بيقول لي انه انا ما مشكله مثلا البابا بيعمل لي اللي بدي اياه، ما كثير باخذ ماما شو بتحكي لانه انا اوريدي بابا بيعمل لي اللي انا بدي اياه. واحيانا الاب بيكون هو في بعض الحالات بيكون هو له دور كبير وخصوصا عند الصبيان. يعني هلا خلينا نحكي شوي عن حالات غياب الاب، احيانا بيكون مسافر او متوفي او متوفي ممكن او في انفصال، يعني الام هي بدها تربي الاطفال، هن ما وعيوا ولحقوا انه يعيشوا التربيه مع والدهم، هي هون دللتهم، عم تدللهم كثير لانه هن فاقدين شيء بدها تعوضهم، بس بيوصلوا لمرحله انه هن هذا الدلال صار ينعكس سلبي عليها، فهي وقت وصلت لهي مرحلة كيف ممكن تتعامل معهم؟ يعني ممكن إنها تلجأ لحدا خال أو عم، هذا الشيء صحيح إنه إذا بأحد المواقف إنه ما قدرت هي تسيطر عليهم؟ هلأ تقلك شغلة، أنا بأي عمر المحاولة منها خطأ، إذا ما نفعت ما بتضر، بأي عمر كان، إن شاء الله لعمره 18 سنة، إذا ما نفع ما بيضر، ولكن الرجوع لحدا من الأهل أنا شوي بحسه سلاح ذو حدين. بفضل إنه يرجع لأخصائي، عن طريق الأخصائي هو اللي بيطلب الشخص، بيكون في عنده توجيه إنه أنا بفضل دخول هيدا الشخص، بفضل دخول هيدا الشخص لحتى هي تحمي حالها، لأنه أحياناً العم أو الخال كمان من كتر محبتهم بفوتوا بطريقة سلبية، بنرجع نحن هون عم يكون دلال بس من نوع تاني، فبفضل إنه يكون دائماً في رجوع لأهل الاختصاص. طيب باتريسيا، دائما نحن بنقول الحب هو اساس نجاح كل شيء بحياتنا، وقت بتحبي عملك بتحبي رفيقتك بتكونوا جروب كامل بيجمعكم الحب انتم حتنجحوا، ونفس الشيء هذا الشيء بينعكس بالبيت، يعني وقت هذا الحب بيتقدم للاطفال وبيقدروا يشعروا فيه، يعني مو بس بالحكي انا بحبك، يعني بيكون في تاثير ايجابي افضل. يعني اليوم قد ايه تاثير المحبه على الطفل بالبيت؟ سبقتي علي كان بدي احكيها، هي لتقدري تفوتي لعقل الولد انت بدك تكوني بقلبه اول، فانت لتقدري تعدلي باي تصرف، السلوك هو ناتج عن العقل، فانت لحتى تقدري تغيري بسلوك الولد انت لازم اللي هو نابع من عقله بدك تكوني فايته لقلبه، هو بده يزعل على زعلك، فانت متى ما كنتي قدرانه تفوتي لقلب ابنك فانت هون اخذتي المفتاح. التعبير عن الحب كثير مهم، في كثير اهالي ما بيقدروا يقولوا لابنهم انا بحبك، بيلاقوها صعبه، لا العبطه مهمه، التعبير عن الحب تغمري تقولي له انا هي نحن كنساء بتحاجي انت مثلا احيانا تغمري ماميتك، لهلا نحن قديش صرنا كبار، مثلا انا لهلا بتمنى انه مثلا اعبط بابا اعبط الماما. بتحسي عنا خجل باشباع العاطفه بالحب او بالتعبير عن العاطفه؟ بالتعبير عن العاطفه. طيب ليش عنا نحن هي النقطه وهي خلينا نقول ظاهره، يعني بتحسي عن اغلب الناس يعني في خجل بالتعبير، يعني ان كان لرفيقتك ان كان لزوجك ان كان لامك، يعني احيانا يعني بتتمني تعبري بكلمه ولكن انت في شيء بيمنعك، هي بالاساس موجوده، هذا المنع بالاساس موجود. أنا فيني اقول لك اياها، هي مانا عند الكل موجوده عند الاشخاص اللي هن ربيوا ببيئه قاسيه، فما عاد تعلموا لغه العاطفه، بس انه موجوده عندهم، موجوده اجباري غريزه، ما فيكي انت شو اللي اليوم بيمنعهم؟ اليوم بيمنع الام انها تعبر عن محبتها لاطفالها؟ يعني ما تعودت هيدي اللغة، هي لغة بالنتيجة، هي ما تعودتها ببيت أهلها لتقدر تعملها. يعني فينا نقول اللي بيربى ببيئة قاسية دائما بيرجع بيمارس هذا الشيء على أولاده إجمالا، وأحيانا بيكون العكس، هو لازم يكون العكس، أحيانا بيكون العكس، فأنا كتير بحب أنه أنا أعبر بالكلام وبالتصرفات وأشرح للولد مامي أنا عملت هيك لأني بحبك، اللي بحب التاني بده يقدم له من وقته، بدك تعلميه لأنه هو بالنتيجة بده بكرة بجوز يخطب بجوز ما يخطب بجوز يتجوز بجوز لا، بس حتى تعبيره مع رفقاته لازم يكون بمحبة، يعبر عن المحبة، يعبر عن إن كان بالكلام أو إن كان بالتصرفات. صحيح. الحوار كتير مهم مع الولاد أنه أنا بحبك وعملت لك هيك لأني بحبك. بدنا هيك نصائح أخيرة من حضرتك للأهالي طبعا لاتباع أساليب جيدة في التربية.
أهم النصائح الضرب يعني. منه حل. الضرب هو الشيء عم بيخليك تكوني كتير بعيدة عن ابنك. الدلال الزائد هو كمان منه حل. كمان أنت عم بتكوني كأنك يا ضرب يا دلال زائد. دائما العصاية من النص نحن بدنا نكمشها. ما بقول للولد مثلا ماما أنا بدي مثلا بدي دائما يكون كل شيء مرتب كل شيء منيح كل شيء. بدك تحددي ماما بس تخلص من ألعابك رتبهم. يعني الولد بعمر معين بدك دائما تشرحي له بالتفاصيل الصغيرة لتتكون عنده الصورة الكبيرة. ما تطلبي منه العام لأنه هيك أنت عم بتضيعي. وجهي بالتفاصيل، فوتي بالديتايل الصغيرة لتقدري أنت توصلي مع ابنك لمثل ما بيقولوا اللوحة من البازل، نقطة 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 لحتى تعطينا الشكل العام. وخاصة أنه نحن نراعي مرحلة العمر والوقت، يعني نحن هدول الأساسات اللي حابين نزرعون نزرعون بالوقت المناسب، يعني ما نروح للتأخير والصحة النفسية الغير جيدة بالنهاية يعني للطفل يعني بمراحل متقدمة. نتشكر حضورك لليوم ولا الصباح الحلو هيك، ودائما هيك بنقول قلوبنا مع الأمهات خاصة يعني ضمن هالظروف والضغوط اللي عم نعيشها يعني. بس في شغلة بحب ضيفها اللي هي إنه شوي الأمهات أو الأبهات مو شوي بس كير. يكونوا موجودين مع أولادهم ينقام الموبايل كومبليتلي ينقام. يعني المشكلة إنه هن الأهل صاروا إمتى عم بيعيطوا على الولد؟ إذا كانوا هن عم بيحكوا على الواتساب والولد حكى اوكي انه بده يحكي بده يعبر، هذا وقتك لابنك. ما علينا، نحن وقت قررنا الانجاب نحن بدنا نحن نضحي بسعادتنا براحتنا كرمال الولد يكون مرتاح، والا برجع بقول لكم معناها ترجع لنقطه الحوار وانه نسمع الاصغاء. صحيح، اهم شيء الحوار. شكرا لك، نتشكر حضورك معنا باتريسيا هاغوف كورنيليان، اختصاصيه اجتماعيه ونفسيه، وشكرا على هالمعلومات اللي قدمتيها. اهلا وسهلا فيكم، شكرا. الف عافيه لك.